لازم الدولة تتدخل، لازم الدولة تحط أساليب ونظم حديثة لزيادة الإنتاجية في وحدة الفدان. وعشان كده، علشان عندنا في آفات وعندنا في مصايب أخرى، الآفات دي بتخلص على الزرع اللي احنا بنزرعها. عشان كده كان لازم أطرح المشكلة دي على وزارة الزراعة. وزارة الزراعة هنا بيمثلنا فيها النهاردة السيد الأستاذ الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات آفات النباتات الزراعية في وزارة الزراعة، هو اللي هيقول ما هي الاستعدادات والإجراءات التي تتخذها الوزارة حاليا لتوفير المبيد الآمن على المستهلك والنافع لإبادة هذه الحشرة. الدكتور محمد، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا محمود بيه. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك يا فندم. حضرتك لو سمعتنا، الناس بيشتكوا من انه الانتاجيه قليله في الخضار بسبب التوت ابسيلوتا او اللي هم بيسموها السوسه، وان المبيدات مش متوفره في السوق. المبيدات اللي بتيجي من السعوديه، وقالوا اسمها التجاري اسمه الكوراجين، بتيجي مهربه من السعوديه، وما هماش عارفين ايه المكافئ اللي زي الكوراجين من الشركات المصريه والمبيدات المسجله. فيا ترى ايه اللي هتتخذه الوزاره ولجنه المبيدات في الوزاره عشان تحاول توفر المبيدات دي للفلاح؟ طيب مساء الخير الاول. مساء النور يا فندم. وخلينا نصحح شويه مفاهيم كده الاول. اتفضل. المفهوم الاولاني ان 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 وزاره الزراعه المصريه موفره كافه انواع المبيدات بكافه اقسامها وكافة تأثيراتها فيما يخص جميع الآفات المصرية. احنا عندنا في مصر أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط مسجل فيها عدد من المبيدات يصل لحوالي 1067 مركب. هذه المركبات مسجلة للآفات التي تصيب محاصيل الحقل والخضر والمحاصيل البستانية في مصر. نعم. مفيش آفة في مصر إلا ما لها مبيدات مسجلة ولها رقم تسجيل في وزارة الزراعة. ده نمرة واحد. إذا التوت أبسليوت اللي اسمها السوسة دي يا دكتور، في مبيدات محلية مسجلة في الشركات المحترمة في مصر. ما أنا هقول لحضرتك عشان أسترسل في الكلام. اتفضل. الأمر الثاني إن عدد المبيدات الموصى باستخدامها ضد آفة حافرة أنفاق الطماطم 14 مبيد. ما شاء الله. عدد المبيد، هقول تاني عشان الناس تبقى عارفة، عدد المبيدات الموصى باستخدامها ضد حافرة أنفاق اللي هي التوتا أبسليوتا 14 مبيد، اللي هي السوسة. ضمن هذه المبيدات المبيد اللي حضرتك قلت عليه اللي هو الكوراجين، هذا المبيد موصى باستخدامه ومتوفر في مصر. احنا ما بناخدوش من السعودية، السعودية اللي بتاخد مننا، احنا ما بناخدوش من السعودية. كان زمان كنا بناخده من السعودية، إنما المبيد مسجل الآن ومتاح في الأسواق المصرية. الأمر الرابع والمهم عشان الأمور تبقى واضحة، إن ما حدش يستخدم أي مبيد ما هوش مسجل في وزارة الزراعة. الناس بتروح تشتري مبيدات بتسترخص. نعم. تشتري مبيدات غير شرعية، وبالتالي بتكون النتيجة عدم تأثير المبيد على الآفة مجال المكافحة، ونخش إحنا في معضلة إن المبيد لا يؤثر على الآفة. لما أشتري مبيد لازم أشتريه من مصدر موثوق بيه. نعم. إنما ما أروحش أشتري مبيد من واحد ملوش محل مسجل وغير مرخص وبيبيع مبيدات غير شرعية. لا أحد يدعي أن السوق المصري نقي تماما من المبيدات غير الشرعية. فيه شأنه شأن أي سلعة. إنما إحنا بنحاول قدر الإمكان ان احنا نسيطر على الموقف، واظن ان الموقف افضل حالا مما سبق. عندنا اجراءات ايه يا معالي البروفيسور؟ الاجراءات ايه؟ انا بس إيه؟ احب اقول شويه حاجات عشان الناس تعرف. اتفضل. احنا بنعمل النهارده اجراء ان شاء الله مع الوزير عامل دعم كبير لي، وهو مطبق المبيدات. احنا هنوصل لمرحله زي دول اوروبيه وزي الولايات المتحده الامريكيه، لا احد يستخدم اي مبيد الا اذا كان معاه رخصه اجازه استخدام المبيد. ده المطبقين اللي هم اللي هيرشوا كمان. ايوه طبعا، علشان بقى يختار المبيد الصح
في التوقيت الصح بالتركيز الصح بمشاكل أقل ما يمكن. ابتدينا الموضوع ده وابتديناه من حوالي شهر، واحنا هنمشي فيه واخدين دفعات قوية جدا من معالي الوزير، وان شاء الله في فترة زمنية خطتنا ان احنا نؤهل 50,000 شاب في مهنة جديدة احنا بنستحدثها اسمها مطبخ المبيدات. ده خبر يا دكتور بنزيه على الهواء، 50,000 وظيفة او فرصة عمل متاحة ل50,000 شاب يعمل برخصة مطبق، يعني اللي هو يطلع يرش المبيدات. بالظبط كده. طب دول هيشتغلوا فين يا دكتور؟ في شركات خاصة ولا في جمعيات تعاونية زراعية ولا هيكون السيستم بتاعهم ايه؟ شوف يا محمود بيه، اتفضل. كل اللي حضرتك قلته ده متاح، وهقول لك حاجة تاني عشان الناس تبقى عارفة الموضوع اللي انا بتكلم فيه ده ضرورة، اصبح ضرورة، ما بقاش نوع من انواع الرفاهية ولا الطرف. ليه اصبح ضرورة؟ لانه الاتحاد الاوروبي النهارده بيخطط انه لن يقبل مننا اي منتج الا اذا كان هناك ما يثبت رسميا ان تم معاملته من خلال مطبق المبيدات. وبالتالي احنا لازم نهيئ نفسنا من الان لهذا. ابتدينا عملنا اهلنا حوالي 150 واحد في طريقنا ان شاء الله السنه دي ان احنا نغطي في حدود من 3,000 الى 5,000 شاب ان شاء ملف الله. ملف المبيدات، ملف يا دكتور محمد يستحق ان تكون معايا ضيفا في حلقه كامله في هذا البرنامج، وانا تحت امرك. الله يكرم حضرتك، لانه ملف المبيدات في أي وقت. ملف المبيدات يعني بصحه المستهلك المصري، ويعني بتشجيع او تنميه صادراتنا من الحاصلات البستانيه والحقليه الى خارج مصر ل يعني جلب المزيد من العملة الصعبة. أنا بشكر السيد الأستاذ الدكتور محمد عبد المجيد، وإن شاء الله يكون ضيفنا في حلقة كاملة عن هذا الموضوع اللي بيهم صحة المستهلك وبيهم أيضا المنتج الزراعي. أشكرك يا معالي الدكتور.